السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم معكم حسن، وأحيي الأستاذ محمد ضافر أبو أميمة، خبير استزراع السمكي، ودايما بيتحفنا ويهدينا هدايا كده الراجل بلا مقابل، جزاه الله خير. ومن 7 ساعات ادانا بوست مهم جدا جدا، فانا حبيت اكون سباق واعمل الفيديو ده قبل ما وكالات الانباء العالمية تلقفه وتغلبني. فاتمنى ان يكون عملي ده لوجه الله سبحانه وتعالى، وانه يسعد عشاق الحاج محمد ظفر ابو اميمة، وربنا يكرمه يا رب ويجعل عمله في ميزان حسناته في يوم القيامة. الموضوع بيقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو قراءة هذا البوست كاملا وإلى آخره، فهو من وجهة نظري مهم جدا. فنحن الآن في بداية الموسم الجديد، ربنا يجعله موسم خير علينا جميعا يا رب. وفي بداية تسكين الزريعة في المزارع، وبعدها بداية التغذية للأسماك في أحواض التربية والتسمين، ولكن قبل ذلك أحب أن أقول بخصوص المزارع الموسعة أو المفتوحة وشبه مكثفة، أود أن أقول بخصوص المزرعة التي بها أسماك مبيتة فيها خلال فصل الشتاء، يجب قبل بداية التغذية يكون الآتي: أولا، يجب القيام بصرف مياه الأحواض كلها عن طريق الصرف حتى يظهر وينكشف سطح الأرض كله للشمس والهواء، ويتجمع السمك في الخبوات، هذا وإن كانت الخبوات عميقة ومطهرة جيدا وليست مردومة، لكي تكون هذه الخبوات عميقة وتشيل سمك الحوض بدون قلق وخوف عليه، وبذلك تكون الأسماك في أمان تام في الخبوات حتى تتم عملية التطهير بالنسبة لسطح الأرض من مياه التشتية، يعني المياه المخزنة في الأحواض طوال فترة الشتاء، وبذلك نتمكن من عملية تطهير الأرض من بواقي السمك الميت والمتحلل على سطح الأرض أيضا أثناء فترة الشتاء، لأن السمك الذي يموت في فصل الشتاء معظمه يتحلل على سطح الأرض نتيجة البرد الشديد، ونتمكن من تطهير الأرض أيضا من الرواسب المتراكمة على سطح الأرض وقاع الحوض من أثر الأسماك المتحللة والمخرجات والفضلات التي تتسبب في كثرة الأمراض من الفطريات والأمونيا وبكتيريا إلى آخره إلى آخره فيما بعد، وتكون السبب في رائحة كريهة في المياه أثناء فصل الصيف، فلذلك يجب تنشيف سطح الأرض جيدا في الشمس والهواء حتى يتشقق وتطهر من كل ما سبق أن أتاح وأمكن لك ذلك. والمهم عند صرف مياه الأحواض وتجميع الأسماك في الخبوات، نقوم بالإطمئنان على السمك لنتأكد من الكثافة والأعداد الموجودة في الأحواض بعد هذا البرد الشديد في هذا العام، حتى لا ننخدع في الأعداد الموجودة ونتفاجأ في ذلك عند الحصاد في نهاية الدورة، وبذلك يمكننا التعامل معها من ناحية تزويد الأحواض من نقص أعداد الأسماك، هذا إن كانت أحجام الأسماك صغيرة ويتناسب معها تزويد الأحواض بالزريعة المتحضنة والبيتة، أو يمكننا أيضا تحديد وتقدير كميات الأعلاف المقدمة لعدد الأسماك الموجودة في الأحواض في حالة نقص الأسماك في الأحواض وعدم تزويدها بالزريعة اللازمة، وبعد ذلك نقوم برفع عمود المياه في الأحواض، وبذلك نكون قمنا بتطهير سطح الأرض جيدا وقمنا بملء الأحواض ورفع منسوب مياه نظيفة فيها ذات خواص جيدة. أما لو كانت الأحواض خالية ولا يوجد بها أسماك، فيجب عليك قبل عملية التسكين اتباع الآتي: يجب أن يكون الحوض جاف جدا وناشف لدرجة التشقق
قبل عملية تسكين الزريعة، وهذه هي البداية الصحيحة والسليمة لكي تضمن أن الأرض تطهرت تماما وخالية من التلوث ومسببات الأمراض، وبعد ذلك تأمين فتحات ومواسير مصدر الري والصرف جيدا عن طريق تثبيت شبك غزل ضيق العيون جدا على هذه المواسير، ويكون محكم جدا لكي لا تهرب الزريعة من الأحواض وهي صغيرة عن طريق الصرف. وبعد ذلك اغلق مصدر الصرف جيدا، وقم برفع منسوب وعمود المياه في الحوض قبل تنزيل الزريعة، وبذلك يكون الحوض جاهز تمام لعملية تسكين وتنزيل الزريعة. وبعد ذلك تبدأ في برنامج التغذية. ده كان نمرة واحد. نمرة اثنين، بخصوص تغذية الأسماك، من المعروف أن الأسماك في النظام المفتوح والنظام شبه مكثف تعتمد على جزء كبير من غذائها من الغذاء الطبيعي من الكائنات الحية والدقيقة التي تتواجد في مياه الأحواض، وهذه الكائنات تنمو بصورة طبيعية في مياه أحواض الأسماك، ولكن الغذاء الطبيعي ليس كافي لإمداد الأسماك باحتياجاتها الغذائية، فلذلك يجب استكمال الاحتياجات الغذائية للأسماك بإضافة وتقديم الأعلاف الصناعية حتى تستمر الأسماك في النمو والتحويل، وهذه الأعلاف الصناعية تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو صحة الأسماك كما ينبغي، فيكون لها تأثير جيد على معدلات النمو والتحويل بصورة أفضل. وتعتمد الأسماك في النظام المكثف في التغذية على الأعلاف الصناعية بنسبة 100% تقريبا. نمرة 3، هيتعود السمك بالتدريج على مكان العلف والوقت والميعاد المقدم فيه العلف، وأيضا ميعاد التغذية في الغالب يكون مرتين يوميا، مرة من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا والمرة الثانية العصر. رابعا، يجب عدم الإفراط والإسراف في تقديم العلف الواجبة في الوجبة الواحدة عن المطلوب، لأن هذا الإكثار والإفراط في العلف عن المطلوب يعتبر خسارة كبيرة في إهدار المال واستنزاف المال والميزانية وارتفاع المصروفات، وبذلك تكون التكلفة باهظة وعالية في نهاية الدورة، لأن لو الوجبة المقدمة للأسماك زيادة عن المطلوب هيأكل السمك منها ما يشبعه ويكفيه من هذه الوجبة، وما يزيد عن ذلك يترسب ويتراكم في قاع الأحواض ثم يتحلل ويكون مصدر للتلوث من ارتفاع نسبة الأمونيا والفطريات والبكتيريا، كما انخفاض نسبة الأكسجين عن طريق الأكسدة، وبذلك ينخفض معدل التحويل والنمو للأسماك، وتكون الأسماك عرضة للموت، ولذلك يجب الحذر من الإسراف والإفراط والتبذر في كميات الأعلاف عند تقديمها. واعلم جيدا أن القدر المناسب من كمية الأعلاف المقدمة في الوجبة الواحدة هي ما تأكله الأسماك في حوالي 30 دقيقة تقريبا، والعكس يكون علامة واضحة على الإسراف والإفراط في التغذية. ولو كان كذلك عليك النزول في قاع الحوض ومكان العلافات في مكان وضع العلف للتأكد من أن هل هناك بواقي أعلاف متبقية في مكان العلافات ولم تأكلها الأسماك، فإن حدث وكان ذلك فيجب عليك تقليل كمية الأعلاف المقدمة في الوجبة القادمة لتقدير المتبقي والتعرف على الكمية المستهلكة. وأخيرا تحياتي لكم جميعا، مع محمد ضافر أبو أميمة. والراجل سايب تليفونه لمن يريد أن يتصل به ويستعلم عن أي شيء. جزاه الله خيرا، ونعتبر أن البوست ده يعني عمدة البوستات والمعلومات وبهريز الاستزراع السمكي المكثف اللي هو الناس كلها بتحتاجه علشان تربح
ويكون شغلها 10/10، وربنا يكرم الحاج محمد وجزاه الله خيرا. ولا تنسونا بالاشتراك في القناة وعمل والضغط على علامة الإعجاب اللي هي الإيد الصباع مرفوع في اليوتيوب، ونشر الفيديو لأن في ناس كتير قوي محتاجاه، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم جميعا. وأخوكم حسن، ولا تنسونا في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. هنا برضو بعض الصور الجميلة الخاصة بالمقالة دي، برضو نستعرضها مع بعض. وأي سؤال وأي معلومة حضراتكم تسألوا عنها برضو ممكن تسيبوها لي في كومنت تحت الفيديو، وإن شاء الله يا أجاوبكم عليها يا أوصلها للحاج محمد يا يرد عليها بنفسه. وجزاكم الله خيرا، وربنا يوفقكم جميعا لما فيه خير البشر.